وبطبيعة الحال كان لازم يتم تكريم عدد من أسر وزوجات شهدائنا. مدام زينب علي الشافعي زوجة الشهيد أحمد جابر نصار، واحدة من الزوجات الفضليات اللي تم تكريمهم النهاردة. خلونا نشوف جانب من هذا التكريم ونرحب بمدام زينب معنا على التليفون. شهيد عقيد أحمد جابر أحمد نصار تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة زينب علي سليم الشافعي. اهلا بيك يا مدام زينب. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله. البنوته القمر اللي كانت ماشيه جنبك اسمها ايه؟ كنزي. معلش انا مش سامع كويس. كنزي يا فندم. كنزي. عاشت الاسامي. كنزي الاموره ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها. شايفها كده ملتزمه وحاطه الكمامه وحاجه 10 على 10. عندها كام سنه كنزي؟ كنزي عندها 7 سنين. 7. كنزي عارفه والدها قدم ايه لمصر؟ أكيد طبعا. بتحكي مع زمايلها وزميلاتها في المدرسة على هي بنت مين قدم إيه لبلادها؟ لا هي لسه صغنطوطة، لسه برضه ما تعرفش إيه، بس أنا أكيد بقول لها إن بابا بطل كبير طبعا ضحى بروحه عشان البلد دي. الله يرحمه. وإنتي تفخري بيه وتقولي أنا بنت الشهيد. طبعا الله يرحمه يا رب، الله يرحمه، ده هيتشفع لنا كلنا في يوم من الأيام، ربنا طبعا. كريم بإذن الله. إحساسك إيه النهاردة وإنتي شايفة إن البلد لا تنسى وتكريم اسم الشهيد أحمد جابر نصار؟ إيه هو تكريم ليا كبير قوي، إيه إن أنا اتكرمت باسمه هو وأنا شلت اسمه، شلت اسم الشهيد أحمد جابر نصار. ده تكريم ليا قبل تكريم كل حاجة، وتكريم للبلد إن هو ضحى بروحه عشان البلد. بالتأكيد بالتأكيد يا مدام زينب. مدام زينب مش قادر أقولك تعيشي وتفتكري، لأن كلنا نفتكر، وعمر ما تضحيته ولا حياته تروح هدر أبدا، بفضل ربنا سبحانه وتعالى بالتأكيد أولا، لكن بفضل التضحية دي وبفضل تضحية كل الشهداء احنا واقفين النهاردة. أكيد طبعا. نورتينا وشرفتينا، تحياتنا ليكي، وسلمي لنا على كنزي جابر أحمد جابر نصار قوي. مستكير حضرتك يا رب يخليها لك يا رب، ونشوفها احسن بنوته في الدنيا باذن الله.